افريقيا دي مش مباراة ودية ولا مباراة عادية، هو النهائي الافريقي وهو الحب المتبادل بين جميع الاطراف في المنظومة الرياضية. بطبيعة الحال يعني هذيك الحاجة الممتازة يعني في كرة القدم، يعني تربح منها العديد من العلاقات يعني بين الرياضيين، وفي الـ في الـ في المواسم الأخرى وخصوصا يعني في العشر سنوات الأخيرة، نادي الأهلي ونادي الترجي يعني لعبوا مقابلات كثيرة ضد بعضهم ولاو فريقين يعني متعودين في النهائيات، وفريقين يعني العالم العربي وفي افريقيا كل يعرف قيمه الترجي الرياضي وقيمه النادي الاهلي، خصوصا كي واجهوا بعضهم في مقابلات يعني بالاهميه هذه، حاجه ممتازه اللي عندنا في الفرق في افريقيا يعني مشرفين القاره يعني كيما نادي الاهلي ونادي الترجي. فنيا يا كابتن، فنيا شايف الفريقين ازاي؟ الفريقين وصلوا يعني للنهائي بشكل قوي ومستحق، والفريقين فيهم تشابه كبير جدا خاصة انه كمان كانوا في مجموعة واحدة. فنيا شايف اللقاء ازاي على ارض الملعب؟ فنيا نتصور تكون مقابلة متوازنة. النادي الاهلي في الفترة الاخيرة يعني كان معناتها يعني ظهر وجه ممتاز في البطولة العربية وفي الدوري وحتى في المقابلات تاع كاس افريقيا. الترجي الرياضي نفس الشيء، كما قلت لك كل موسم وكل مسابقه عندها لاعبين نتاعها وعندها يعني لاعبين معناتها يبرزوا يعني في وقت معين. انا نتصور نادي الاهلي يعني فيه لاعبين عندهم خبره كبيره كما حسام عاشور كما وليد سليمان اللي شفناه يعني وليد سليمان في الفتره الاخيره، وانا نتذكر لعبنا يعني لعبت مقابله ضده كان سجل لنا خيرات في مقابله العوده. تمام. ويعني في مقابلات تاع النادي الاهلي كل شوفوه وليد سليمان ديما يسجل اهداف حاسمه. لازم مراقبه كبيره اللاعب هذايا، لازم الترجي الرياضي يبدا عارف اللي معناها باش يلعب قدام منافس عنده تقاليد كبيره يعني في كاس افريقيا. وان شاء الله الاجدر هو اللي يفوز، معناها اول حاجه كما سبق وصرحت نشوفوا مقابله ممتازه للفريقين. تمام. كابتن زي ما قلت كده ان وليد سليمان لاعب محتاج مراقبه، مين في الترجي اللي محتاج نفس المراقبه من لعيبه النادي الاهلي؟ انا نتصور في نادي الترجي ثم لاعب دايري يعني معروف الخنيسي، لاعب اللي معناها يحفظ المراوغات في الواحد واحد ينزل يعني يقدر يتجاوز اي مدافع، خصوصا يبدا معناها في كامل يعني لياقته ويبدا حاضر على جميع المستويات. والترجي يعني عنده وسط ميدان صلب يعني بوجود كوليبالي وكوم اللاعبين الافارقه الاثنين هذوما اللي طبعا معناها نلقاهم موجودين في الصبغه الهجوميه في الصبغه الدفاعيه، ويحبوا يعني مواجهات ويحبوا يعني كيفاش نفسر لك ممكن بالفرنسية الكلمة، لكن لاعبين لازم تتجنبهم معناها على المستوى البدني لازم يخلقوا كثير يعني. بالنسبة للهجوم توا في الترجي الرياضي موجود طه الخميسي، موجود هيثم الجويني اللي هما كيف لاعبين عندهم لياقة ممتازة طبعا وخبرات اللعب الخبرات صحيح، وفي الدفاع كيف ممكن تعرض شويه مشاكل، لكن ثم التوازن في الفتره الاخيره. وراهو مقابلات كما هذه النهائيات تحكم فيها جزئيات صغيره يعني لازم الفريقين يكونوا مركزين بالضبط. تعرف ثم مقابله ذهاب مقابله اياب، واللي باش يسجل يعني الترجي الرياضي كان يوصل يسجل يعني في الاهلي نتصور يسهل على روحه المقابله، لكن هذا عمره ما كان مقياس على خاطر انا نتذكر لعب ضد الاهلي وسجلنا وروحنا بنتيجه ايجابيه وبعد خسرنا يعني في تونس معناها 2-1 ويعني وتحرمنا من اللقب. طبعا مباراه اش يعني متوقعه نتيجتها اكيد. تحيات الكابتن محمد حشيش لحضرتك اللي هيسال حضرتك. برحب بيك يا ابو الكباتن وبقول لك طبعا انت معايا ان الحده طبعا بين الجمهورين يعني بقت هديت قوي عن الاول. يعني انا كنت بلعب طبعا في تونس يعني موسم 91 92 ما اعرفش انت كنت يعني موجود ولا لسه ولا كده، فكانت الحده كانت يعني صعبه شويه. دلوقتي الموضوع بقى يعني الروح الرياضيه بقت كويسه بين الجمهورين، فانت معايا ولا لا في الموضوع ده؟
اي انا معاك في الفكره، انا ما زالت تحيه كبيره، وممكن هم فارق كبير في العمر يعني. انا معني لعبت فتره نتاع سنوات 2003 2004 وانت قبلي شويه يعني في ملعب تونس. انت ما حضرتش بقى 91 و92؟ ها انا مواليد 86. طيب يعني كنت لسه صغير لما كنت انا بلعب في البقلاوه بقى، ما اعرفش. طبعا تعرف الملعب التونسي طبعا. طبعا لعبت فيه موت ملعب التونسي. من الانديه الكبيره ولها جمهور حي برضه بالكامل يعني. ايوه حبيبي ايوه. طب انا عايز اسالك سؤال اخير بقى، عايز اعرف توقعاتك مش امنياتك. توقعاتك بالنسبه للمباراه الاولى والمباراه الثانيه. بالنسبه للتوقعات صحيح اللي انا فريقي السابق الترجي الرياضي، والحقيقه نتمنى الترجي الرياضي يفوز. الحاجه اللي انت تو تكلمت عليها مهمه ياسر، ثم يعني علاقه ممتازه يعني بين الفريقين وما بين جماهير الفريقين، وهذه حاجه مهمه للغايه، اللي معناها تخلي الفريقين معناها يخموا اكثر ويركزوا اكثر في الكوره، ما يركزوش في حاجات اخرى يعني اكسترا سبورتيف. بالنسبه للتوقعات كما قلت لك، انا الحقيقه واجهت نادي الاهلي في عده مناسبات، ونعرف جيدا اللي نادي الاهلي فريق عتيد وفريق يعني عنده من الخبرات وعنده من الامكانيات اللي نجم يفوز على اي فريق، خصوصا في يبدا يعني يبدا فريق معناتها مركز ويعرف المهمه اللي هو قادم عليها. بالنسبه للترجي كيف نفس الشيء. بالنسبه لي انا نتصور توقعات ترجي رياضي مؤهل اكثر، خصوصا وانه بعد شويه على اللقب هذايا اكثر من نادي الاهلي. ممكن الفرق هذاك هو اللي باش يخلي الترجي ياخذ يعني ادفانتج يعني في المقابله هذا. كابتن وليد، وانت مدافع كبير، شايف ان هناك بعض الاخطاء في دفاعات الترجي، وربما برضه تكون في بعض الاخطاء في دفاعات النادي الاهلي. بطبيعه الحال الاخطاء موجوده في اي فريق، لو تشوفوا حتى فرق عالميه برشلونه وريال مدريد والفرق الكل، اذا ما فماش اخطاء ما فماش اهداف. واي لاعب مهما كان مستواه يخطئ، والفريق توا معناها في كرة القدم العصرية الفرق ولات معناها تستنى في أخطاء المنافس تسجل الأهداف، والفريق اللي يعمل أقل أخطاء هو يعني أغلبية الأوقات يفوز بالمقابلات ويفوز بالألقاب. أشكرك كابتن وليد، وطبعا شرفتنا ونورتنا على شاشة قناة النادي الأهلي وبرنامج الأهلي الليلة. كلام محترم جدا أوي. لكن الختام عجبني قوي، الفريق اللي أخطاءه قليلة هو الفريق الأقرب للمكسب. كلام طبعاً. منطقي ومحترم.